رح نقطع الكيك الفراولة بشكل رح يكون زي مربعات، رح تكون الحشوة. هلا رح ناخذ الكيوي، هلا الأناناس عشان المانجا. هلا رح نبلش بتركيب الكيكة الترايفل. رح نبلش أول شيء بكيكة الفانيلا، حطينا المانجا أناناس، نحط ستروبري. القشطة بتعطي كيكة الترايفل نكهة منعشة ومميزة وملمس كريمي رائع. هلا رح نبلش نزين كيكة الترايفل بالكيوي، شوية من الأناناس، وآخر إشي البلاك بيري. هيك إحنا بنكون خلصنا كيكة الترافل بالقشطة.